سلام، ان شاء الله راكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وانتم تشوفوا الفيديو تاعي هذا، فيديو خفيف وظريف على السريع. كيك القهوه تاع العشيه ولا موسكوتشو او سيترون. دونك كيك او سيترون، واش نسحقوا في الكيك تاعنا؟ حاجه الاولى اللي نديروها بسم الله هي لو سيرو تاعنا. لو سيرو تاعنا اللي هو نص كاس تاع الماء، ان دومي فير دو، معاه 3 كويار سوب دو سكر، معاه 3 مغارف تاع سكر عادي، ومغرفه تاع جو دو سيترون، مغرفه تاع جو دو سيترون ولا اون روندال دو سيترون تحطوها تغلي معاه، تحطوها فوق النار يبدا يغلي. يغلي تحسبوا له 5 دقائق وتطفيوا عليه. نجوزوا لاباغي تاعنا. هنا واش نسحقوا في لاباغي تاعنا؟ عندنا 3 زو معاهم 160 غرام دو سكر كريستاليزي، يعني 3 بيضات معاهم 175 غرام تاع السكر. نحطوهم في الغوبو يدورو بالفوي. هنا تقدروا تستعملوا الضراب اليدوي وتقدروا تخدموا بالفوي على ما، يعني بلا ما ديروا تستعملوا. اما نزاز كيوتات نصفها زاز تاعها بشر منهم، عندكم نص كاس الكاي تاع كاس الكاي الزبدة، كاس الكاي الزبدة، عندنا كاس الكاي تاع الحليب معمر تاع الزيت، وعندنا لو جو دو، يعني حنا في البقار صغيرة واحد، دكوغ. دوك نعطيكم المقادير بالغراماج، يعني كيف تفضل في الكيسة 30 تاعكم تاع الزبدة. أنا يلزم أو ميم طو عندكم 65 غرام تاع الزبدة، 65 غرام دو بور فوندي روفوادي، يعني زبدة دايبة وباردة، 35 غرام تاع الزيت، 95 غرام تاع الحليب، عصير ليمونة. فوالا نخلطوهم كامل ونجوزو نديرو لافاغي تاعنا اللي هي 250 غرام تاع الفارينة، معاها ان باكي تاع لا لوفور. 250 غرام تاع الفارينة، 250 غرام دو فارين، معاها ان باكي دو لوفور شيميك. نخلطو هنايا مليح، تحبو تخلطو بليت ولا تعاود ترجعو في الغوبو 2 مينوت برك، استوار كو يتخلطو كاع هاديك المكونات. ونوجدو لو مول تاعنا، لو مول تاعنا بوغي اي فاريني بيان سور. لو مول تاعنا نديرو له لو بور، شويه تاع لو بور، ونديرو له لافارين باش ما يلصقناش الكيك تاعنا. استعملوا اي مول تحبوا، هذه المقادير، هذو هما المقادير اللي عطيتكم. يعطيكم ان مول كيك، هذاك اللي تجي طويل هكا تاع الكيك، ان مول يكون موايان، ماشي دوك الصغيرين اللي هي وماشي الكبار، يعني يكون موايان اللي فيه واحد 22 23 سنتيم. انا هنا استعملت المول هذايا تاع بكري اللي يجي مدور، دونك درت له لو بور، درت له لافارين هاوليك، ونجوز نحط فيه لافارين. نحطو الفوغ تاعي، راني سخنتو من قبل، سخنتو قبل ما نبدا لافيديو درتو يسخن. فوالا نفرغ كاع الميلونج تاعي، الفور تاعي راهو يسخن. نحكم موس، نحكم موس ونجوز به باش يجينا برك هذاك الشغل مشقوق، الكي تاعي مشقوق. انا هذا لو مول استعملته جاي شوي مويا، ما نقولو كبير ما نقولو صغير. دونك نتوما لا استعملتو ان مول كيك راح يجيكم منفخ هكايا. انا هذا لو مول شويه شغل كبير برك، هذاك تاع بكري راكو تعرفوهم قاعيتك اصلا، هذا تاع ماما. دونك فوالا، ونجوز نحطو في الكوشه يطيب. انا خدالي تقريبا الكوشه تاعي كانت سخونه، درتو على 180 درجه، خدالي تقريبا 11 12 دقيقة، وكل وحدة بيان سور والفوق تاعها اللي عندها فوق فونتيلي راح يكون خير وخير. انا عندي كوشة نورمال عادية، طيبت الكوشة هادية. شوفوني كيفاش ندير في الموس، بالموس باردون. هنايا السيغو تاعي هذا وين طاب راهو سخون، هنا الكيك تاعي راهو طاب، والسيغو تاعي راهو بارد. دونك السيغو تاعي طاب وخليته برد، وهنا الكيك تاعي راه سخون هذا وين طاب. نجوز نشربو بهذاك السيغو، كي تحطوه يغلي كاع يديك راح يعطيكم تقريبا ميم با نص كاس، داكوغ. ماشي حاجه كبيره تقولوا دوك يجي مشمخ متلتل، نو راح يجي عادي، يجيكم بزاف بزاف بنين. فوالا، وتخلوه يبرد تماما باش تقسموه ولا تبدلوا له بلاصه ولا تنحوه ديمولي، راح يتنحى لكم فاسيلمون لو مو، داكوغ. هنا درت له شويه لي زاموندي فيلي، شويه تاع سكر كلاص، وشبحتو. وفوالا، ونقول لكم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم اللي كان خفيف ظريف. نقسم لكم برك هنا امتي مورسو، انا كنت رايحه ديتها معايا في يدي. دونك فوالا نحيت جيتي وبليش نقطع امتي مورسو باش نوري لكم كيفاش جا. فوالا هاوي شوفي، يجي مشمخ، يجي بزاف بنين، بزاف عايل، با ترو سكري. السكر انا استعملت للامانه 160 غرام، نتوما قلت لكم 175، يعني لا غوسيت كيما هي، بصح انا استعملت 160 غرام. ونقول لكم سلام.